أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لمن تيم بأمد الصومالية مالك استوى جوبتان بقى لابد وارتا ينرلقي مالك أيان قلي انت هدى بديد وحندون يا قضب ما انت آد بنشيط الصومالية لحيا لأينا كهل وكاسو كسار سن اسقب قبطك لولير يا مقالة مقدشو قاسة دردمسكي صوماليا يمير الملح إلا هو عند رد هيسيجن انت هده بديت وحن أركي وحن يقوك اللي فإنا نكهضره كو وحن أركي وضيال الهبر قدير أه وشريك لا يدقب صدي وأرن كاد وحن رأيه هران أول أغا وحن أغا دي وليب إلي قد السماستان اللي إلي دو قد دردمسكا وقضب قضب خلابات وحن أغا دي وأن أركي ضد بضن لو هبر قدير اه يدد بدنو ابقال اه او اسكو لحا يستبرها بلشدة سيدة تيك توك اه فيسبوك اه يوتيوب اه ايو سبيس اه تويتر اه او اسكو ها يستا اسلاق الديضا عبا شادي او دياش ايو وحي كان ليسي دولد كعبني لكن لابدن وحي اسكو ها يستان حلقك ايو ايسان او كعينا ومرك شعب كلو ايو oo ah habar gudiri abgalo labadaas isku haysta iyo Soomaalida kale oo murusada iyo xawaad lagu horeeyaan oo marna dhexdhexaadinaya marna kala raacaya marna la yaaban iyo umada Soomaalida oo la yaaban arintaas oo iyo yootinka meesha ka jira aad la yaaban hadaba waxaan doonayaa inaan hal iyo laba midaas ka yiraahdo waxaan markaa doonayaa marka ugu horeysa in aan ku bilaabo qodobka horta dhulkan la isku haysto يا تاريخ ديس سأينو السلفة هنو هرت نقول كانوا محات هاي وما تدو سواري إن أينو لفهم وقضب قضب ككوح جو حن دوني يا إن أنا مد مد وقول دول استاجو حبر قدر يا أبجل يا وحي يسكوها يستان يا إني حق ولي إن أبجل إنه حق ولي إنه حبر قدر كوكا بصلا يا حبر قدر إن أي جردرن تاي أما جرلين waxaan ku soo gaban gabeyn doonaa dawladda oo aan iyadana waxa ay xaq u leedahay u sheegi doono iyo waxay maartay dulmi ah oo khalad oo ay geysanayso oo ay habar gudub u geysanayso ama habar gudub ku qarantay waxaan ku soo gaban gabeyn doonaa resolution ama xal waxa la yiraahdo inaan iyadana aan marka ugu dambeysa aan ku soo gaban bismillaah noobalaariya dadkana ha wada gaarto intaydana islooga idinku inta haddu intan keenay inta la wadaaga hadda aqli ka wanaagsan kan isaga keentana ama taariikh ka wanaagsanna keen oo dadka ugu deeq aan ku galo marka ugu horeysa dhulkaana uu maxaa tahay la isku haysta horta dhulkaana la isku haysto inta badan oo dhulkii dawladdu iska lahayd dhulka dawladdu xaqad ka timid dhulka oo dawladda leh maxay u dhacday in la yiraahdo dhulkan waa dhulka dawladda sidee bay ku dhacday dawladdu si u qaaday dhulkan ay markii hore miyi buu ahaa tuulooyin tuulo uu noqday tuulooyin badan uu noqday tuulooyin badan markii uu noqday degmo isku noqday degmo kadibna caasimad buu noqday magacyo badan yeelatay banaadir muqdisho iyo xamar hadaba waxa la isku haysto in la isla fahmo marka uu faalan عدالة فرق الرا قفك هدو سنبر قرته وقاضي وسن فهن سنين انه كذي قد كان هو اسكو دريا وان اسكو دريا وعن نجعل لها ورسلان او الهدو ان لو كان قرقاته كو لول كان مركي او تولين كاها مركي او ميغا اها واسلفها نيو ملخ الميغا ونون كاري ايا انقاري ايا انقاري wax macna ma leh taariikhda xaqiiqiga ah ilbaloobe taariikhdii yahya caamir iyo boqortooyada uu sheegay yahya caamir oo kala day wuxuu naga noqdaan waxay naga noqonaysaa sida sarartii odaygii daarood iyo daarood waa carab iyo isaaq waa carab iyo haddii la ku leeyo doonbilo dileed baa nin carab oo is af aqoon is af fahmeen iyo aabahooda af aqoon baa la sheekaystay iyo meela ceel ka dilacay iyo qisadii نبي عليه السلام نبي موسى يا مس ها نبي موسى
قصدي من خلاص يا عيد دي سورة صغيرة حتى ما واحد دنيا إن المركة وراء إذن شاقول له كان تاريخ دي سورته واحد هاي مركي أي ميجا هاي ميجا غير الدقان بوها مركي الدنب تولو النقضي تولي بو النقضي بل كاس تولي ده وحال لغي غانا بولو سيدة بولو بردي سيدة بولو حاو بولو وتولو حتى بولو مغش بولوين كاس حمر سدح ده مغا حقا ايدي بولوين كاس ما يبركو غوهر ريسو واحد نغطي وارت حمر بين نغطي انت تولين نغطي حمر وكو وينات وكو صعطي وكو صعطي وكو صعطي تولين نغطي حمر تاسي وغطي كدي بدنا واحد نغطي بنادر وقف عربية وبندر البلي وجمع بنادر وبندر وكسعتي هذا واحد نقطي لقد قلاد وأيضاً آه إنما كل بيرشيان أو نقطي مقدشو سد على إسبدل ده نوع الدقنة وأنا اللي سوي الدقي وضد بس سوك نتكلم سوي الدقي يعني وأنا إيماني أصل كذا تكلم وش أنا وضد كاس مركو هو رئيس الدقنة هو الدمبة كبيرة إلى إيو أي عاصمة نقطي ضد كده إلى أي عاصمة نقطي ضد كاس أصل كذا ذكره حمرة وجوه الرئيسي بنادر يا كوحكتي مقد بنا ما يا وعيها حمرة النقطي وعين نقطي هذا أنا ماشي اللي يلهدو هذيل يكونوا يهي مقدشو هذا أنا بنادر النقط ساسوا بنادر وجوه الرئيسي يا دقينا يوم كاس ماشاس ما قوم قاعدين محيكوا بحيين مقعيد سويك بحيين اسكما بحيين حمر او هو رئيسي وحي هاد ميل فردها لوغو سو ايبتغو او اسيادة لحي لوغي ما دو فردها لغي يبسو حمر كا فردنا مركي اي نقول يسي مركا مركي اي نقول يسي مركي اي نقول يسي دا ما يروه هو كوبتنا يلا ايوه او اتشوغين مركي اي نقول يسي مركا هادنا مقدشو مركي اي نقول يسي فرده هي دبروا هو تشوجين لكن واحد لو بس واحد لو سو دونين تري أو دت كاس آسيا ذا برتمها آسيا يسو دونين تريين يو كونفورت آسيا ويسو دونين تري فرده ساسي مرك حمر كرة بحر فرده هذا حمر كار أنت مرك المرك على كل بيوت دولة ديبات واحد دولة ده اسم بدري تي هذا عدى وعاصمه النقطي وما تسمع لي عاصمه دي هي النقطي دت بدنا السود دقي نحن كم شرتين اللي لها سود دقي، أورتبر لها سود دقي، هبر قدر لها سود دقتي، هلا هو كلامنا هذين. لكن أنا هو وده أنا واحد الرياح مروين، وأنا قلنا ماشي اللي لها سكورة نوكرته، تسوي دقيقة واقعنا. عبد العزيز سكرته أحمر يا إريتريان أي سو أي صومالي أي سود دجين، لما كل إريتريان أي سود دجين، أو أها إذا ما دي سي مركو إثيوبيا كتشوي iyey markuu Liibiya ka baxay oo ka soo qaaday buu meesha keenay buu waxa dhici jiray marka magaceeda Kambo waxa uu ka dhisay Kambo Amhaaro horta habar saas ay ahay nimanka abgaal la yiraahdo marka ugu horeysay meesha ay degeen waxa ay ahayd Cabdi Axiis kaaranto waa haddeer murusaday abgaalna wada qaybinaysay oo wadada jeen Daawud tayari go markuu meesha haystay villa Soomaaliyadan markii loo bixinayay Graziani Montagna pero laba nin oo murso isku lahayn isku fidsan oo nasiib bunda afkiisa villa Soomaaliya meeshii hadda ku taalo hadii ku ruu guriga umada masawaca beerta Sayid Maxamed Cabdulla Xasan ila iyo dhagax tuur ila iyo waxan shireen ma nasar ila iyo meesha la yiraahdo magaranaysa taalada dhagax tuur waayay laba beerooda laba nin oo walaayo iyo haayo beero guray haayo abiyo murusada walaa sabarta iska raha tayar mu taas ka qaad siinay ila abi jeedaan burduqo bal leh jiro maxamed cali duqo iyo ugooda iska raha wa siinay wa shimataalada ama xawaaraha wa hadilay ku roon yahay meesha la yiraado hada loo yaqaano xamar bilay wax soo raan ragas iska raha ورنيغلينا من أبقى لي مرسل سكوت جلاني قابطة أنت ورنيغلينا
يا ميدا صوقات ميد كان أولياء ده هو ربعتين كمان ربعتين صدق كمان ربعتين الأساسي ده قرمين وأنت على المر اللي صوق هذا حمل ركينة أنا أقول يا ولد والله عقلي جهوز سيء ترى من بيار وخير من بيار المال والدول وين عقلي جهوز سيء وحلا يحيى عامر يو إن حاول تأكل عاية يو وحص وح معناه ملأ وح معربة ونكاله وح معناه ملأ تاريخ اللي به يا غون ما أنت هدي سعيد عمران ودي بوصتي هذا أبصيبه أبصيبه حمر أبو قديم سن أي شيء والله مش أي شيء كان أو إلى أي حد ده والله مش أي شيء كان أبصيبه حمر أبو قديم سن إلى أي حد حد أبصيبه إحنا عبرنين ما أي شيء كان تقدر يحي عبره والله مش أي شيء كان يا أم كيس كله أنت هسي والله أنت قفكو هدي أو حاس كيس أيه هو اللي كي يقلنا وكله يقلنا حمر سيد لوك اللي هي سيد لوك دي كان هو اللي يقولي سيد لوك يقلنا لكن هذا سن كلا جرني ونو كار هو جو إيه حقا هو من نوع كرتين حقا هو من نوع كرتين نعدين فو فوري نعدين دربوا على نوع عص يا وحنا ذا ويا أنكسر قدومنا مركا مركا هذا دول داس كلا أي دول سكوا يرد نحركو ماشى أوصى الله حمل مركا وهو الرئيسي أرد دوت كيس كلا ماشى حد مركا سيد دول دكوا يرد ورشلها هديتها هديتها إسبرتية بضع أما تولد إسبرتية إسكوك أمير نور إيو ماشا لديه هدي لي يكون روية عريامينتي إيو هدي لي يكون روية أنا بتسود إسلو ماشا أحيد إيو هدي لي يكون روية ماشا هدى الرئيس حرون تحس بي هدى اللغو مقعاوه غير رؤوبسة للي هي حفيزك الرئيس الوزارة حق صصو ورشة لها مر إلى إفكح على نشامبو إلى أساس صصو ترجع يسيرك إلى يسي صصو وعند كسي صعتها إلى يمشي اللي يلادو شرك رأو في الشارع إلى حريها عيدا ماذا ساس الدم أصلا نقول اسم التعلدة معها يشي يمشي اللي يلادو أفريقيا فلاج هدي اللي إذا كذا يمشي بوريها الروس يا هدي اللي إذا كذا الصومالي إير رينتا هدي اللي إذا كذا اللي هي تريح هوتيل تليا هدي قال لي ان كذا اللي هي مشي ترابونكا هدي قال لي اسبيتال الاركتين اديك فيرلي بنادر لي مدينه لي دول شكرا دول دول حكي على تي ارت ماشي رجع ودنتي انا اوكتي ان كلام نوي اني اذا سرات غبيره كدنتي اللهم احفظ مرحبا ان ادو سيد داخله لكن اسك يا محمد شيخ عثمان اسكو قرتي سرات مركو ورا سوى حلقه دغي وزيركا هولها بود حقا أنهم قال هذا يوحى أن هذا صحيح عن عمل نوع كجري وذاك وبدكم مركي إسرائيل لشيري وذا الدجال ولي قد حرقفته هسا كمان ما أو ريقلي بدأ يجلس كجري ور ريقلي أنا وحى يا بامرك ميت كلا سواح باري يا بدك ما أبقى له كجري جري ور ريقلي حقا عقل يقولوا ترى يوحى يا بام كجود إن هل كان مركي أنتو تاجن تاي سلاد قبيرة markii laga dhigay wasiirka howlaha guud ayuu xamar wuxuu keenay xeelad oo nimankan murusadaha dhulka beerahooda iyo goofahooda iyo dawladda ku rajiyo waxa la yiri marka asagoo gudoomiyaha gobolka ee gudoomiyihii maxaa dhahaa isha gobolka iyo duqa magaalada asagoo la tashanaya oo la wado ay waxay sameeyeen dhulka in laba loo qaybiyo soona min jibale oo aan dhulka dadweynaha shacabka iyo soona militaro militarka dalka haystay ama damanyaal in laga dhigo waxa loo qeybiyo dhulka murusaha oo wadadii aan hadda idin sheegayay ee general daud allah u naxariiste wixii koonfur iyo galbeedka ah waxa leeyahay dowladda iskale waxa ay rabtay sayrtay u kala goosay لو كان كلاته لا حافظها قلها كتيرة إذا حمر جذب ماشى اللي هذا وابري مركز اسمه وابريو جوجيا هضم تاني وحان يهرو ذاك تاني ما كنا المقعد هذا لا يدش شيء ده مركز واحد بيجري يوردي اللي ده واحد بيجري نفس الكلام كاران هذا الشيء ما بتشتوه مركز مركز وضد هذا اللي داود وحين كأه كونفر يو كونفر قلبات دولد ده الوريت هل كان سيء نسين كرتها حمر ججب يا حمر ويني يا شينجاني يا شبس يا بونديري يا عبد العزيز
iyo meesha la yiraahdo intaas iyo wardhigleyo villa soomaaliya soo kulaalaysa markaas oo shineema xawtaaka waxay ka hoosayso booro weli ahna waxaa la yidhi waa dhulka dowladda waay waa dhulka waxa waaye waa dhulka shacabka intaas wixii ka hageeya maxaa markaas la dhihi jiray dhulkan waxaa la dhihi jiray dhulkan qaybta marka murusadaha ee uu bixinaya salaad waxaa la dhihi jiray wardhigleyo talabay ka kobnay waxaa la jiray buulo weyn iyo buulo yari kabacdi isku darmi doontaa ballaaran doontaa howl wadaag meeshan hadda la yihahdo waxaa la dhihi jiray buulo israafiil buulo hadii lay kuro may buulo israafiil waa hodanay gelay waxa waaye buulo hilibi buulo habar ceeno buulo waraabe buulo wagac halkaas markay joogto buulo mashiid iyo buulo israafiilna waa hodan oo waa dhinacaas murusadaha laflaf u kala degaana naftirkooda beerahana iska lahay say u badan yihiin horta halkaasay magacyadu sasayn kabacdiya maxamed siyaad barmel ku yimid kabacdi waa marka hodan iyo howl wadaag iyo waxaa loo bixinaya waa markaas dayneylana markaas wa iska mii murusada xoolaha daaqsado geela iyo lo'da iyo ariga iyo fardaha iyo beeraha halkaasay ku haray sidaasaa horta dowladda kula wareegtay taas halkaasaan uga haraya waxaan rabaa marka aan ku bilaabo marka habargidir iyo abgaal muranka ay murmayaan ay baraha bulshada ku murmayaan inaan wax kale idhaahdo horta abgaalo waxaan leeyahay abgaalow adinku habargidir waxaad kula murantaan ilma adeerayalow bal ii sheega maxaa idinkala dhexeeya madaxweyne ununkaa miya baalka muxuu ahaa madaala ununkaa miya dhulkan maxaad ku leedihiin ood habargidir isku haysataan ii sheega dhulkan ma kaaraanaa meesho ma cabdilcasiisa ilma adeerayaal ma carayaala maxaa wardhiigley iyo hodan iyo howlwadaag iyo waaberi iyo daynile dhul ku yaalla maxaa abgaalow kaa galay wa ka soo gashaa maxaad ku leedahay nimay waa gardarintihiine wixii ni iska hiraab hiraabsada oo nimankan isku sidiini wata oo allihiin hadduu alla yahay nimankan kale waa gardarintihiin gar islaam baa loo yahay waa ka gard waxaa ma murusadaa tihiin adinkuyo dhulkaan nimankan meesha da degayhin murusadaa deganaay maalinkaa dhulkan shaqolka xageed ka socda adinku ma dowladda leedihiin keligiin ma murusadaa tihiin oo dhulkaan laydinka qaaday ma haddiinay ku rooyahay ma habargidiraad adinku ka hegtaan waxa murusada laga qaaday ii sheega waa gardarantiina cagadhigta intaasaan lahay hortaa ee nimanka la yihahdo abtiyaalada abtiyaal gargaato gardarada waa lagu gumoobaa cagadhigta abtiyaal intaasintaasaan uga gudbaya dowladdaanna waa la wada leeyay waay waxaan rabaa inaan habargidir u imaado habargidireed horta gartiina idinkaa xumeeya gartiina idinkaa xumeeya faan iyo ben bad inta gartiini ku dartaan bay wixii waxay noqonayaa wax la daadiyo dowlad aan ka xoraysannay aryaa waa ku habsannay annagaa xoraysannay walaalayaalow waa qildantiin war waxba ma horaysan kartaan dhulkaanse waxbaad ku leedihin maxay horaysateen dhulkan nin baa lahaa dowladaa laga ka qaaday dowladdiiyaa layska wada bixiyey sidii gurla-aanad ahaydeen meeshiiyaad ku degteen su-aal dadku waxay isweydiinayaan maxaa abgaal iyo habargidir waxay ku habsadeen dhulka dowladdii murusad waxay ugu habsan waayey qofkii wa haystaa wax kale ma rabo murusaduhu maadaama uu hantiilo ahaa wuxuu haysto guryihiisa guryo ku habsada ma rabin dadka intaasaan ka qancinayaa sidaa u fikray nimankii daarood iyo isaaq yar waa iska yacay waxaan kaloo raacinayaa magaalada muqdisho 520 dhulka ku yaala dowladda iska laha wallaahi ah guryo dhisan iyo dhul banaanba 520 mana yaqaanin kuwa hadda meesha jooga dowladda sheeganaya rabbi iyo rasuul 520 dowladdaa iska leh dhismayaasha guryaha caadigaad umalaysaan warshadaha iyo wasaaraha iyo iska dhaafa yaxriyaha iyo way waxaan rabaa inaan u guuro marka habargidireed waa ku habsanay kaama saarto kaamahee wax aad ku habsan karto iyo waa ku habsaday wax lagu lahaan karo xaaraan baan ku habsan war waxaasoo caqli maana waxaad yeeshaan meeshaan ummadda soomaaliyeedan wax la leenahay magaaladan wax ku leenahay soomaaliyaan nahay hantidan ummadda soomaaliyeeda iska leh haddaan la isticmaalayna inaan deganaada xaqan u leeyahayba waa ku habsaday moryaan moryaan xoogxoogan wataa fan caydiid baa xoreeyey annagaa xoreen caydiid dhulkaasna ma xoreen shaqulna ku ahay allihiin allimay gartiina quruxsada gartiina idinka iska dilayay
هيسكندرينا قرط هل كان نتجوغا انت صاري دولدة دولدة واحد دولة يا إلهي لهذا روكي دولدة انت هذا برقدر مرستي ذي يا عرورتي ذي يدومر كيدي كدو نسان وركرع ذي ستان إلا إذن كنت دكتار إذن كنت شخصيات أو بايع مشتر عروشة دوشة كسا راحية انت عرورتي ذي ما أشكو ليسان عرورتي ذي وعرورتي ذي عرورتي ذي برقدر بأي اللي نسو شيء كوة دارات بعني عرورتي ذي أحتاج كويسة انت عرورتي ذي ما أشكو ليسان ودومر كيدي كو ليسان او مد بايع مشتر هو توق توق للاي هو ابن حلال بعان أحين انتو سيدا أبوه إنو لستو سيدا ورشد عانها يكو اللي مدك آها iyo dulki aad ku reeyay meesha la yiraahdo airport agtiisa ah waxa hayaad yaad u keenaysan waxaan u caasay dawladdu marbay xaq u leedahay dulku shalay waa dul dawladeed waa in inta dawladdu la soo wareegto waxa loogu talagalay in umada wax loogu qabto ee umada wax loogu qabanayo habar gidir waa la leeyahay war habar gidir iska baxa waa dhilay dabdamis ko karato meel baabuurta dabdamiska lagu xareeyo ay ka duulan yimaadaan hadii dabqo kab el wi biyaha ka qaataan oo dadumisku ka qaato iyo dhismayaasheedii ay ahaayeen iyo garaashkoodii hadii dabdamiska inta baabuurka inta lagu xareeynaayo oo halka dabka looga duulo waa wax la gartay laakiin ay dhalaad dhisanaya oo tuugadiina sodol maliyan la iyo hebelo iyo noocyada noocaas inaad dhisataan dhaqan u leedihiin sax ma aha habar gidirna inaad laga saaraahay oo xaaraan xaqa way u leeyihiin degradaan haddaan dawladdu ku nacfiyeen hadday cisbitaal ahayd iyo hadday iskuul ahayd iyo hadday wasaarad ahayd iyo hadday warshad ahayd iyo hadday wax kasta oo ay noqoto haddaan dadka iska leh waa dadka soomaaliyeed haddaan loogu adeegayna ay dhalay qaadanayo habar gidira kale de waa in digraata xaq waa yuul leen hadii aad adigu isticmaal hadii aad qaadanaysan ka wadi dawladda loogu adeegayo waxa gartay laba dadkii laga qaada shalay goofaan iyo beeraha iska lahaa in loo celiyo sida sharciiga ee saxda dawladnimada ee aan aqoonin hadii habar gidir deganaanaysa anagu waa ogolnaa anagu ogolnaa imada reer deganaada inta dadka looga adeegaya yeesha ma inta umada looga adeegayo dhulkana aadan haysanina ilma adeerayaalo deganaada anaga leh oo murusadaha shala naga qaaday anaga la ogol haddana umada loogu adeegin habar gidir maxay xaq u leedahay habar gidir xaq waxay leedahay in inta laga saaro meesha dhul la siiyo war dhul ma siiseen kana waa ka boobaysaan dawladna u celin maysaan murusadana u celin maysaan idinkii baa dhisanaya iyagana marastoodii waad ku laynaysaa garna waa ka dhiganaysaan tuug yahay tuug tuug dhashay wada munaafaq ah ee dumarka dhoofiya ee ilaahay qeyrkii u sujuuda ee jigjiga waa xor xorgeed ma baa lahayd wax walba dafaya xarriya ee tuugada waxaan leeyahay ka xishooda naftiina ka xishoon maysaan ilaahay ka xishoon maysaan yay iska dhicinteenna ka xishooda wallahi waa iska kindhicinaynaayo billah habar gidirna waa garab taagan iyo xawaalaba labadaa weliba warar lagu yahay xawaalaha nagala taabta habar gidirna nacayb iguma jira oo wallaahi wa billahi maalin walba waxaan islahay war dariiqi ku socdaanaan saxnayn dariiqa saxdaana waa ku raacay asli habar gidir dhul hala siiyo dhulkaana dawladda loogu adeego aysan ahayn habar gidirna dhul hala siiyo murusada dhulkiisa loo celiyo aysan ahayn dawladdu ha ku adeegato oo dawladdu dhulka ha qaadato sida sharci inooga qaaday umadana ha ugu adeegto habar gidir dhul la siiyo maxay waa lagu tuuraya intaas intaasan iyadana ku soo koobaya yaa nasiib badan solution ku waa kaas habar gidir waa la ballamaya dhulka haya difaacda murusadana waxaan leeyahay isgarab taag murusadu islowgii baan ahay waxaan isku haynoo kalatu isku qabsanayna laakiin cadaalada ayaanaan isku qabsanay tuugtan tuugta lashay caruurta laynaysa laga dhigay ee rabta inay inta ku duniso iyagoo dhisato dhiig sukayay rabaan dhiig sukayaa galay sidaa darteed habar gidir waxaan leeyahay dhulka haya deganaada isdifaaca difaacda maalintii dhul laydin siin karo
دولت عادل هنا إيمان كرتو أصل الجلمن قلوا مديو كرتو أنت أمضى قلوا مديو نظام يعقل قفله وقيم رأيو أقول إذن سيا هل كان الدولت وقت جاي له وقيم ده وإذن كأمانة هيا روك الدولت ده ذكر هذا هل كان سنكسو كوبيا هذا لك يا من سيب بدني والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.